كل عام وأنتم أحرار ثوار صابرين مخلصين. 18 آذار ما كان يوم عادي، 18 آذار يوم الثورة العظيمة، الثورة السورية المباركة يلي قدم فيها السوريين كل ما هو جميل وأروع وأجمل صور التضحيات بساحات الحرية، ساحات الكرامة لكل مناطق سوريا، إلى ساحات المعارك والبندقية الصادقة والبذل لتحصيل الحقوق. ومثل ما كتب أهل درعا في ساحة الحرية في المسجد العمري الكبير في درعا البلد: الثورة حق والحق لا يموت. مستمرين، مستمرين خلف كل حر شريف لتحصيل كل حقوق ومطالب الشعب السوري بثورتنا الكريمة. مستمرين لأن واجب علينا أن نكون مستمرين، لأن هاي الثورة ثورة حق ومطالبنا فيها حق. نحن مستمرين، مستمرين لبناء سورة جديدة خالية من كل المجرمين والطغاة، بهمة كل الشرفاء وأحرار هذه الثورة المباركة. كل عام وأنتم بخير.